طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا في التجربة السابقة اللي هي التجربة الخامسة أخذنا موضوع اللي هو الفري فيز هالف كويد ريكتفاير، اللي هو عبارة عن 3 فيروسات مربوطة بالشكل هذا، يعني كأنما ثري هالف كويد ريكتفاير اللي هو سنجل فيز، 3 مربوطات على التوازي ويا الحمل. اليوم راح ناخذ اللي هو الفري فيز باستخدام البريدج ريكتفاير. فري فيز عندنا نوعين، النوع الأول اللي هو الهالف كنترول اللي هو 3 فيروسات وثلاث دايودات، والنوع الثاني اللي هو أخذناه بالنظر أيضا اللي هو الفري فيز فول كنترول اللي هو 6 فيروسات بهالشكل هذا. قلنا بهذا الطريقة يعني يعتمد على الفيروسات اللي بالجزء الأعلى، اللي هو هذا الجزء الأعلى الفري فيروسر، الفيروسر الأول والثالث والخامس، يعتمدًا على التشغيل على فولتية بجزء الموجب، فيرسترات بالجزء الأسفل يعتمدًا على فولتية بالجزء السالب، أو الدايودات هنا دايودات مو فيرسترات. وقلنا إحنا في زاوية التوصيل لكل واحد من كل فيرستر، كل دايود راح تكون هنا 120 درجة كل فيرستر، بس هنا راح تصير الزاوية بين يعني تبديل، مثلًا كل فيرستر ودايود راح يشتغلون عند 60 درجة، فيرستر ودايود ثاني يشتغلون 60 درجة وهكذا، بس كفيرستر راح يشتغل 120 درجة. وعندنا أخذنا تو مود، عندي حالة الألفا أصغر من 60 راح يطلع لي هيك الشكل هذا الربل، عندي أيضا 6 فريكونسي، وأخذنا معادلاتهم، ولما تكون عندي الألفا أكبر من 60 راح يطلع بهالشكل هذا الربل 3. راح ناخذ السيموليشن مالتها، أنا هذه الدائرة مالت التجربة السابقة فتحتها بالشكل هذا. التجربة السابقة كانت عندي اللي هي هذا النوع، هذا النوع راح أستخدم البريدج اللي هو هذا النوع، قلنا راح نربطه بهذه التجربة، راح أربطه بهالشكل هذا. أفضل يكون عندي أخلي فيرسترات، هاي 3 فيرسترات أترككم بعدين. طبعا هذين كل البلوكات ناخذهن من المكتبة كما استخدمناها اختصارا للوقت، ضفتهم أنا اختصارا لوقت الفيديو، موجودات عندي بهذه المكتبة السيم سكيب. قلنا السيم سكيب أروح للباور سيستم، بالباور سيستم أروح للسبيشاليزد تكنولوجي، عندي هنا اللي هي هذه الميجرمنت درايف الفندمنتال بلوك، احنا اروح للفندمنتال بلوك القى عندي الباور الكترونيك والاليمنتس وايضا الالكتريكال سورسز والميجرمنت، اروح باور الكترونيك عندي فيرستر، هذا الدايود عندي فيرستر، ما اختار هذا النوع، اختار النوع الثاني. اللي هو هذا النوع فيرستر، فاختارهم انقلهم للمكتبه كلهم، وبعدين اجي اشتغل طبيعي. فهسه هذني فيرسترات راح احركه روتيت، هالشكل هذا أبغى أرتبهم بهالشكل. هاي البلسز أتركهم بعدين. المصادر أيضا أرتبهم بطريقة معينة، طبعا هاي 3 فيرسترات، بعدها اجيب 3 دايودات بنفس الطريقة، هذا دايود هذا دايود هذا دايود، هسه اربطهم بالشكل هذا. راح أربطهم بهالشكل هذا اللي هو نفس الرسم اللي عندي،
هاي الفراسرات الأعلى مثل البدايات الأعلى راح أربطهم بهالشكل هذا من هنا بهالشكل. أجيب اللي عندي الحمل، أيوة هنا أربطهم نفس الطريقة. بعد هذا الحمل عندي مقاومة فقط تربط بهالشكل هذا. طبعا هنا أنا عندي أميتر، فراح أخلي الأميتر هذا الأميتر. هذا الأميتر أخليه هنا أنا أربطه. هذا الشكل، وأدي هذه المقاومة أيضا أربطها بهذا الجزء السابق بهالشكل هذا. هسه صار عندي الربط كامل. بعد عندي المصادر، المصدر الأول فيز أي وفيز بي وفيز سي، ممكن أسويهم بهالشكل هذا أو شكل آخر ماكو مشكلة. احنا هنا فيز اي ارمطه لفيرستر الاول، فيز بي لفيرستر الثاني، فيز سي لفيرستر الثالث، وبعدها انطي النبات في هذا الفيز اي يجي هنا لفيرستر الاول فيز بي وفيز سي على هالشكل. هذه المصادر عندي ربطتها بهالشكل هذا. بعدها اجي للنظات للفيرستر التشغيل مالتهم البلسز، هذه عندي هاي الفيرستر البدايات بالشكل هذا كمان الرسم مالتي. المصدر ربطناه وايضا الحمل. بعدها اجي لاجهزة القياس واضبط اللي هي زاوية القدح، هذه الفارنج للاول بعد بهالشكل هذا حتى يكون عندي الرسم مرتب. هذا البلصة خليها لفيرستر الأول، البلصة الثانية ممكن أصغر حجمها شوية، البلصة الفيرستر الثاني والبلصة الفيرستر الثالث. هذه كل ما يتعلق بالبصص. هسه هنا انا عندي انا شنو اجي للنظري، عندي 3 فيرسترات، قلنا انه نفس مبدأ العمل. فيرستر الاول راح اعطي بلس من 30 زائد الفا، فيرستر الثاني 150 زائد الفا، والفيرستر الثالث 270 زائد الفا. اول شيء الالفا زائد القدح انطيها اقل من 60، وراح اشوف عندي الرسم يطلع بهالشكل هذا. وبعدها انطيها زاوية اكثر من 60، وايضا اشوف الرسم راح يطلع لي نفس هذا الرسم. وبعدها اجي انطي حاله ار ال. فهسه اجي اول شيء للمصادر، قلنا المصدر الاول صفر ناقص سكوير هنا، انا ايضا انطي
سكوير 3 عندي هنا ناقص 120، هنا نعطي 120، والثالث 240 أو ناقص 120، ناقص 120 تمام. بس هنا البسط قلنا هنا إذا أعطينا 120 بناخذ 120 هنا أعكسهم، هذا هذا 30 زائد ألفا، هذا راح نعطي 270 زائد ألفا، وهذا 150 زائد ألفا، وإذا أعطيهم ناقص 120 120 لا راح يبقوا نفس التسلسل. فهسه أول شيء البسط الأول نفس الشيء، مثل واحد أو بوينت أو اثنين، هنا راح نعطيها 20. هنا احنا دائما بالمقام اللي هي 2 في 180 في 50 ثابته، هنا ايش راح اقول؟ 30 زائد الفا اللي هي 30، راح اعطيها مثلا لقيت راح اعطيها اقول 30 زائد اللي هي الفا 30، يعني 30 زائد الفا، هذه الاول. الثاني قلنا راح نعطي بدل هو 150 زائد الفا، بس بما انه المصادر هنا اعطيتها 120 ناقص 120، فراح نعطي هنا اللي هي الألفا، قلت الألفا 30 زائد 270، أوكي هذا الثاني. والثالث هنا قلنا بالعكس عكسناهم، يعني 150 راح يصير عندي هنا 30 زاوية الألفا، وهنا ال 150 هالشكل هذا. بعدها أجي حتى أرسم المصادر لفريفيز، أرسم المصادر اللي هي لفريفيز، مصدر أول ثاني ثالث. موجب سالب المصدر الأول، هذا بهالشكل هذا أحسن، هذا الموجب هذا السالب. نفسه أيضا هذا الموجب في هذا الثاني هذا السالب، وأيضا نفسه في هذا الثالث هذا الموجب هذا السالب، هذا الشكل. هذا الفيز A فيز B وفيز C. أخبر الأوسيلوسكوب، أجيبها بالأوسيلوسكوب بشكل. هذا بالنسبة للمصادر. البصز حتى ممكن أقدر أرسمهم ثلاثتهم سوية بنفس الطريقة، أو ماكو داعي أو ماكو مشكلة أرسمهم سوية حتى تبين عندي بصورة أوضح. هذا البصة الأولى، البصة الثانية، والبصة الثالثة. هالشكل أخذهم أيضا هالشكل. بعدها أجي للفولتية، أجيب الفولت ميتر الرطب هالشكل توازي، هذا الفولتية، هذا الجزء الثالث، والتيار الجزء الرابع، هذا آخر شيء. هذا كرسم،
أنا ممكن أريد أرسم الفولتية بواحدة، ماكو مشكلة. نفس الأوسيلوسكوب أريد أرسم الفولتية بواحدة، هاي بواحدة ماكو مشكلة. بعد هنا الـ RMS والـ Average نربطهم للتيار الفولتية. هنا أنا عندي راح أربطهم فقط الفولتية حاليا، وبعدين تربطونهم للتيار وأيضا للمصادر. هنا أنا هذه الفولتية، هذا المين، طبعا قلنا المين نقرأ عليه بيتا ردة 50 يساوي 50، أنا هنا مساوي 50، هنا أيضا 50، هذا بهالشكل. أخلي الديسبلاي بهالشكل. حاليا قلنا المصادر شيكناهم، وأيضا عندي البلسز شيكناهم. خلينا نشوف الرسم. سويهم 800، هذا الشكل. هاي البلسز خليها 2 أو 1.5، 0.15، ما عندنا مشكلة بالبلسز بعلامات الموجة. أجي للرسم مالتي، هنا ناقص 400، 400، ها بهالشكل طلعت لي، لأنه أنا أعطيت 220 في جبر 3، وهذا التيار نخليه مثلا 400 أو 500، خلي 500. شوف الفولتية وين يا جزء، الفولتية الجزء الثالث في التيار الجزء الرابع، في المقام وش قد قيمتها؟ قيمتها نخليها 10 أوم. نجي للبلسز، عندي البلسز هذا قد الودز 20، هذا قد ما تشيكناها، سويها 20. هنا 30 زائد 270، هو اشتغل بس حتى تكون البصز متزامنة 20. زي ما انها خليتها قليل حتى يبين عند الرسم واضح. هذه البصز اللي فري فيز، هذه البص، لاحظ انه هذه الفيز اي انطيته هنا أنا بلس بعد هاي 30، وانطيته عند 30 زائد 30، يعني هاي 30 زائد 30، هذا 60 بلس طيته. ممكن أقللها أسويها 10 كلش كافي. ثاني هذا فيز بي أيضا طيته هاي 30 زائد 1000 اللي هي هذه 30 زائد 30 هذه، وهذا أيضا 270 زائد 30 طيته. فهنا أنا يشتغل عندي جزء الأعلى ومن أبو جزء أسفل ثيرستر ودايود، راح يطلع لي البصص نفس النظري. نظري إحنا قلنا إنه الحالة الأولى لما تكون عندي الألف أقل من 60 ناخذها 30، فطلع لي الرسم نفسه. هذا الرسم بالشكل، هذا الرسم عندي، هاي كفولتية اللي هي 600، هنا الفولتية تكون عالية ليش؟ لأن هنا أنا عندنا 380، المصدر عندنا أخذناه اللي هو 220 في جذر 3، أخذنا كأنما هي سنج 220، بس حتى أسويها 380، في المصدر عندي 380، بس كل حالة جاي يصير المصدرين، جاي يصير عندي فولتية أعلى من 600. بالشكل هذا، فلاحظ انه هذه الفولتية هذا بشكل التيار نفسه لانه فقط مقاومة، خليتها 10 فراغ خلي 200، مية.
هذا التيار لأن 600 قسمتها على 10 مقاومة صارت 60 بهالشكل هذا، هاي الفولتية وهذا التيار، هذه في حالة اللي الجزء الأول قلنا إنه راح ناخذ الزاوية أقل من 60، راح ناخذ R و RL، طبعا ناخذ أكثر من الزاوية، ناخذ 30، ممكن ناخذ الصفر، نشوف زاوية الصفر وناخذ زاوية 30، ممكن ناخذ 15، بعدها ناخذ زاوية أكثر من 60 في حالة R و RL. هسه راح أخذت ال R، أخذ ال RL، طبعا الزوايا أنتم تطبقوهن. وأيضا أنا رسمت الرسم فقط عفوا المين والار ام اس فقط للفولتيه، انتم تاخذون للتيار وايضا المزرعه حتى الحسابات نظريه. هذا عندي الفولتيه وهذا التيار، عندنا التيار شوي صار بيه تشوه بسبب المحاثه يعني، واذا زيد قيمه المحاثه راح يصير مستمر اكثر. خلي ازيد قيمه المحاثه، اسويها ناقص 2 او اسويها 10. راح يكون شوي مستمر اكثر، هذا مستمر كل ما زيد قيمه المحاثه أزيدها بعد مثلا أسويها 100، 100 بهالشكل. راح ألاحظ التيار يصير كأنه ما مستمر بهالشكل هذا، أخلي مثلا فقط واحد يرجع مثل ما مختارين إحنا في المحاضرات. بعدها هسه راح أرجع أخليها مقاومة، فقط مقاومة، وأرجع أغير الزاوية. هسه بدل ما أسويها 30 أسويها أكثر من حتى أحقق الجزء الثاني اللي هو الجزء الأول، هذا اللي لما تكون ألف أقل من 60. الجزء الثاني طبعا النظري القوانين تحلون بهذه الحالة، الجزء الثاني هنا راح يكون ألف أكبر من 60، راح أخذ زاوية أكبر من 60، أخذ 70. إذا أخذت 70 ثلاث هنا هذه الزاوية اللي عندنا 30 قلنا زاد ألفا، الألفا اللي هي شت مخفة 3 راح أخذها 70 هنا أيضا. طبعا هذا الزمن تقدرون تقسمون هذا الزمن اللي هو 270 زاد 30 يصير 300، تقسمون على هذا تخلونه كرقم ماكو مشكلة، بس أنا هنا للسهولة حتى واحد يفهم هنا راح أخليها 70 هنا أيضا. راح أخليها عندي إن إحنا نعكس البصمة مالت المصدرين، خليها أيضا 70. راح أشغل راح أشوف إنه طلع لي الحالة اللي هي هذه الحالة. طبعا هذه البداية لأنه يبدأ من نقطة تقاطع، فهنا البلسز هنا راح تجي متأخرة، بدينا من 30 فما راح يشتغل هذا الجزء، لأنه بينما بالعمل لما نسوي سايكرونايزيشن قبل 30 يبدي الحالة اللي قبلها تجي. فهنا أنا واحد يقول إنه البداية ليش ما تبدي؟ هنا ما عندي تزامن ويا المصدر، يعني تزامن ويا مصدر البصز هذه بالعملي او دار اخرى، هذه البصز اخذ من المصدر اشاره واقارنها اوبريشن فاير واحولها الى دي سي واقارنها، يعني اسويها بصز بالتزامن مع المصدر، فراح يظهر من البدايه الموجه اللي قبلها. بس هنا انا اصلا طيتها من 30 فقبلها ماكو اي شيء، راح يبدي من هذه النقطه. شوف هنا لاحظ انه لما اختاريت الزاوية القدح 70 أكبر من 60 صار عندي هذه الحالة مات الرسم الربل تلافي، بينما زاوية أقل من 60 صار عندي هذا. فهنا المات لا أجي أطبقه وين نظري، أفهم النظري وأفهم العملي وأغير الزمن وأشوف أنا أيضا عندي الإشارات البصز المحاثة. أسابي أخذنا 70 وشفنا الرسم وشفنا الأوتبوت قد الفولتية، راح أخذ حالة RL وأيضا أشوف الرسم. هنا المفروض هسه إذا أكبر القيمة راح يظهر عندي جزء سالب، راح ألاحظ هلا 10 أو هنا الدايودات راح يشتغل كفري ويلينج، بس خليه أزيد قيمة المحاثة أو نكبر القيمة مالت
بعض الزوايا هنا ما راح يلحق يصير جزء سالب، يعني يشتغل الفيرس الثاني مباشرة. هنا راح الدايودات راح يشتغلن كفريونينج دايود، فما راح يظهر عندي جزء سالب، لأنه هنا هو مباشرة صار صفر هنا، فما راح يظهر جزء سالب، فراح أرجع أخليها واحد. هذه كل ما يتعلق بالمحاضرة أو تجربة هذا الأسبوع. إحنا طبعا تأخذون الـ RMS والـ Average للتيار وأيضا للمصادر، وطبقون هذه المحاضرة مالتنا جزئين من عندها.